نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما زال حديثنا موصولا مع سورة الإسراء والآيات التي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، هي مرتبطة أيضا بالآيات التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة. كانت الآيات السابقة تبين لنا ما ثبت الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وما حصن به نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي دون أن تذكر آلهتهم، ولوا على أدبارهم نفورا. ثم بين الله عز وجل أنه يعلم السر وأخفى، نحن أعلم بما يقولون. ثم ذكر القرآن جانب من شبهات المشركين ورد عليها كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. جاء الرد، أسلوب التلقين، قل لهم أيها الرسول الكريم، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيردون عليك يا محمد ويقولون من يعيدنا؟ رد عليهم، الذي يعيدكم هو الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك، وقلنا معنى ينغضون إليك رؤوسهم يعني يحركونها استهزاء بكلام، ويقولون متى هو، متى يوم القيامة؟ قل لهم عسى أن يكون قريبا. وقلنا عسى ده حرف رجاء، وكل رجاء من الله فهو متحقق الوقوع. يوم يدعوكم الداعي نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فجاءت الآيات لتحكي الشبهات وترد عليها. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو،
قل لهم عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. بدأت السورة الكريمة بعد هذا الأمر، وبعد أن ردت على الشبهات، وبعد أن ثبتت المؤمنين، بعد كل ذلك بدأت سورة الإسراء تسوق لنا ألوانا من الأساليب التي يجب أن يستعملها المسلم، يستعملها المسلم وهو يدعو إلى الله، وهو يبشر بدينه، وهو يبين أن دين الإسلام هو الدين إيه؟ الحق، وأن كل رسول أرسله الله تعالى إلى الناس الكلمة الأولى التي كان يقولها لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجاءت الآيات اللي هي موضوع حديثنا اليوم لتبين الأسلوب الحكيم الذي يجب أن يستعمله الأئمة والوعاظ والمدرسين والدعاة، يستعملونه مع غيرهم. فقال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ثلاث آيات نتعلم منها الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله. الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أيها الرسول الكريم قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني قل يا محمد لأتباعك في كل زمان وفي كل مكان عليهم أن يقولوا الكلمة الطيبة التي هي أحسن لمن إيه؟ لمن يريدون أن يوجهوا إليه الخطاب، لمن يريدون أن يتعاملوا معه، لمن يريدون أن يبيعوا له، أو يريدون أن يشتروا منه، أو يريدون أن يتعاملوا معه بأي لون من ألوان إيه؟ المعاملة، أن يقولوا الكلمة الطيبة التي هي أحسن، كما قال الله عز وجل في شأن المؤمنين الصادقين وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. طب لما أمرنا القرآن بذلك؟ ربما واحد يسأل ويقول لما أمرنا القرآن بذلك؟ ده حتى مع أهل الكتاب قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي قل لعبادي المؤمنين ينطقوا بالكلام الطيب الذي هو أحسن إيه الكلم، لأن القرآن الكريم قص علينا أحسن إيه القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، لأن الكلمة الطيبة تنفع مع أخيك المسلم وتنفع مع عدوك. الكلمة الطيبة تنفع مع أخيك المسلم لأن هذه الكلمة الطيبة تجعلك عندما تحدثه بالكلمة الطيبة يزداد حبا لك، أليس كذلك؟ جبلت النفوس على حب إيه؟ من أحسن إليها.
الكلمة الطيبة تنفع مع الأصدقاء وتنفع مع غير الأصدقاء. تنفع مع الأصدقاء لأنها تزيد في مودتهم وفي إيه؟ وفي محبتهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والشاهد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم، يعني تتحول العداوة إلى صداقة ببركة الكلمة إيه؟ الطيبة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها، يعني لا يستطيع أن يسلك هذا السلوك وهو إيه؟ التحلي بالكلمة الطيبة. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن الكلمة الطيبة تنفع مع الأعداء، تحولهم ربما إلى إيه؟ إلى أصدقاء. وتنفع مع الأصدقاء لأنها تزيد في محبتهم وتزيد إيه؟ في مودتهم. إذن عندما يقول القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أي يقولوا الكلمة الطيبة التي هي أحسن من إيه؟ من غيرها. كلهم يلتزموا بذلك. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني حاول أيها المسلم، حاولي أيتها المسلمة، حاولوا أيها المسلمون جميعا أن تعودوا ألسنتكم على النطق بالتي هي إيه؟ أحسن. لما؟ لأن الشيطان عدو للإنسان، فإذا ما تعود الإنسان على الكلمة السيئة يكون الشيطان قد استحوذ إيه؟ عليه. معنى إن الشيطان ينزغ بينهم، إيه معنى ينزغ بينهم؟ يعني يفسد. نزغ الشيطان بيني وبين فلان، يعني أفسد الشيطان ما بيني وبين فلان. شوف ماذا يقول علماء اللغة في هذه الكلمة. والمعنى قل أيها الرسول لعبادي المؤمنين، أن يقولوا عند محاورتهم لغيرهم الكلمة التي هي إيه؟ أحسن. يبقى أحسن دي إيه؟ صفة لموصوف محذوف، وتقدير الكلام أن يقولوا الكلمة التي هي إيه؟ أحسن. والعبارة التي هي أرق وألطف، وذلك لأن الكلمة الطيبة تزيد في المودة التي بين المؤمنين. ليه؟ لأنها تقوي الرابطة التي بينك وبين أخيك المسلم. الكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. والقرآن يقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وتكسر حدة العداوة التي بينهم وبين أعدائهم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي إن الشيطان يتربص بكم ويتلمس السقطات التي تقع من أفواهكم والعثرات التي تنطق بها ألسنتكم لكي إيه؟ ينشر الشر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.
وينزغ بمعنى ايه؟ يفسد. يقال نزغه الشيطان، ينزغه اذا طعن فيه واغتابه. وقوله ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا تعليل لحرص الشيطان على ايه؟ على الافساد. يبقى احنا في هذه الآية كم تعليل يا اخوانا؟ اثنين. وقل لعبادي يقول التي هي احسن، كأن سائلا سأل وقال ولماذا يا ربنا امرتنا ان نقول الكلمة التي هي احسن، فجاء التعليل ان الشيطان ينزغ ايه بينهم، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا التعليل الاول، ان الشيطان ينزغ بينهم. التعليل الثاني، ان الشيطان كان للانسان ايه؟ عدوا مبينا، اي ان الشيطان حريص على الافساد بين الناس، لانه ظاهر العداوه لهم منذ القدم، كما قال عز وجل ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير. وفي آية اخرى، يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة، انه يراكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من إيه؟ من النار. شوف، انظر إلى صيانة القرآن لكرامة الإنسان. وصل الأمر إلى أنه إذا كان معك سلاح لا تشر بالسلاح إلى أخيك. لما؟ لأنه ربما إذا أشرت وأنت تمزح معه، أنت تضحك معه، ربما إذا فعلت ذلك الشيطان يسلط هذا السلاح فتقع في إيه؟ فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فالقرآن الكريم يحرص على كرامة الإنسان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد إيه؟ ما بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ثم تأتي الآية الثانية، ربكم أعلم بكم، أعلم بأحوالكم، أعلم بنياتكم، أعلم بمقاصدكم، أعلم بما تظهرون، أعلم بما تبطنون، كما قال عز وجل يعلم السر وأخفى. وقلنا إن السر معناه الحديث الذي يكون بينك وبين إيه؟ صاحبك. الحديث الذي يكون بينك وبين إنسان آخر. طب والأخفى من السر إيه؟ حديثك مع نفسك. يعلم السر وأخفى، فالأخفى من السر اللي هو حديث الإنسان إيه؟ مع نفسه، كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. إيه صلة هذه الآية الكريمة بما قبلها؟
بعد أن بين الله سبحانه وتعالى بأن على المؤمن أن يلتزم بالكلمة الطيبة، بعد ذلك بينت الآية الثانية أن مصير العباد جميعا إلى من يخون؟ إلى خالقهم، إلى خالقهم. ربكم أعلم بكم، أي ربكم أيها الناس أعلم بكم من أنفسكم، أعلم بكم من إيه؟ من أنفسكم. وهو سبحانه إن يشأ بفضله يرحمكم بأن يوفقكم إلى الطاعة، بأن يوفقكم إلى الكلمة الطيبة، بأن يوفقكم إلى العمل الصالح، بأن يوفقكم إلى اعتناق الفضائل، بأن يوفقكم إلى اجتناب إيه؟ الرذائل. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم. طب بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب معاصيكم. يعني إن يشأ يرحمكم بسبب اعتناقكم لإيه؟ للطاعة وللفضائل. وإن يشأ يعذبكم بسبب إيه يا أخوانا؟ ارتكابكم لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وكما قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، وفي آية بظلمهم، أي بسبب ظلمهم، ما ترك على ظهرها إيه؟ من دابة. الله سبحانه وتعالى رحمته بالناس عظيمة. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم بسبب إيه؟ بسبب أعمالكم الطيبة، وبسبب تقواكم، وبسبب ابتعادكم عن كل ما نهى الله عنه. وإن يشأ إيه؟ يعذبكم بسبب إيه؟ بسبب معاصيكم، بسبب انقيادكم للشيطان، بسبب ارتكابكم لما نهى الله عنه من أقوال ومن إيه؟ ومن أفعال. إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. طب هذه الجملة بيان لإيه؟ وما أرسلناك عليهم وكيلا، هذا الختام بيان لإيه؟ بيان لوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكأن الآية الكريمة تقول للناس: اعلموا أيها الناس أن رحمة الله بكم بسبب هدايتكم إلى الطريق المستقيم، وأن عذاب الله سبحانه وتعالى لكم بسبب انحرافكم عن الطريق إيه؟ المستقيم. أما أنت أيها الرسول الكريم فوظيفتك إيه؟ البلاغ. هل يستطيع الرسول أن يهدي الناس؟ لا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ التبشير والإنذار. التبشير لمن آمن وعمل صالحا، والإنذار لمين؟ لمن انحرف عن الطريق إيه؟ المستقيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني مبشرين أهل الطاعة بالرحمة، ومبشرين أهل ومنذرين أهل المعصية بإيه؟ بالعقاب. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي وما أرسلناك أيها الرسول الكريم إلى الناس لتكون حفيظا ورقيبا وموكولا إليك أمرهم في إجبارهم أو إكراههم على الدخول في إيه؟ في الإسلام. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، إن عليك إلا البلاء.
وهكذا نجد أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي التبشير وإيه والإنذار. يا أيها النبي إنا أرسلناك إيه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تلك هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. بعد ذلك بين سبحانه، ثم انتقلت السورة الكريمة من بيان كمال علمه عز وجل بأحوال الناس إلى بيان كمال علمه بجميع من في السماوات وإيه والأرض. الآية الأولى كما سمعنا، الآية الأولى تقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقلنا معنى ينزغ بينهم يعني إيه؟ يفسد بينهم. بعد ذلك جاءت الآية الثانية لتبين بأن الخالق عز وجل إن شاء رحم الناس بسبب اتجاههم إلى الطريق القويم، وإن شاء عذبهم بسبب إيه؟ انحرافهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ربكم أعلم بكم أنتم أيها الناس، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. كأن سائلا سأل وقال، وخذوا بالكم معاي، سائل: يا رب أنت أعلم بالناس فقط؟ ما هو الآن بتقول إيه؟ ربكم أعلم بكم، بكم ده الضمير يعود لمين؟ للناس. فكأن سائل سأل وقال: يا رب أنت أعلم بنا إحنا فقط؟ قال لك لا، جاءت الآية إيه؟ التعميم بعد إيه؟ التخصيص. التعميم بعد التخصيص: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. مش أنت بس، شوف شوف ربط القرآن. الآية السابقة: ربكم أعلم بكم، كأن سائلا سأل وقال: أنت أعلم بنا فقط. فجاءت الآية التي تليها لترد على هذا التساؤل: لا، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنا، وأعلم بأحوال الطيور، وأعلم بأحوال الدواب، وأعلم بأحوال كل ما في هذا الكون من إيه؟ من مخلوقات. ولذلك جاءت الآية الثالثة: وربك أعلم بمن في السماوات إيه؟ والأرض. والتعبير بمن، ويشمل هنا أيضا ما، بمن في السماوات والأرض من مخلوقات. أي وربك أعلم أيها الرسول الكريم بأحوال من في السماوات والأرض من إنس ومن جن ومن ملائكة ومن غير ذلك من مخلوقات، ولا يخفى عليه عز وجل شيء من ظواهرهم أو بواطنهم، كما قال سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ثم يقول عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. دي بيان لمظهر من مظاهر علمه المطلق عز وجل. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، والآية التي في سورة البقرة ماذا قالت؟ قالت: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو من؟ سيدنا موسى. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات.
المقصود بمن رفع الله درجته سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده المقصود بمن رفع الله درجته. ونحن نعلم بأن الله أرسل الرسل المبشرين ومنذرين، وعدد الذين قص القرآن علينا أسماءهم وأخبارهم كان 25 نبي في الآيات التي في سورة الأنعام 18، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا إلى آخر الآيات 18 نبي. والله تعالى يقول فضلنا بعضهم على بعض. طيب أولو العزم من الرسل كما قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم الرسل أولو العزم؟ خمسة: سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والرسل وهو إمامهم. وكما جاء في الحديث الشريف مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة منه طوبة، إلا موضع لبنة، اللبنة يعني إيه؟ قطعة من الحجر أو قطعة من الطوب، إلا موضع لبنة منه. فكان الناس يطوفون حول هذا البيت ويقولون ما أجمل هذا البيت، ما أحسن هذا البيت، هل وضعت فيه هذه اللبنة لكي يتم جماله ويتم كماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأفضلهم وإمامهم من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا يعني وأعطينا وأنزلنا على سيدنا داود زبورا. الزبور يعني الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا داود، كما أنزل الصحف على سيدنا إبراهيم، وكما أنزل التوراة على سيدنا موسى، وكما أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى، وكما أنزل القرآن على مين؟ على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعة القرآن الكريم يوم نلقاه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.